نقف اليوم في الخطبة الأربعين بعد المئة دائما مع الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، نقف مع هذا الحديث العظيم وما فيه من الفوائد الجليلة التي تدل إن عملنا بها تدل أننا نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأن من آمن به سيرزق شفاعته وسيرزق الشرب من حوضه الشريف غدا يوم القيامة. ففي هذا الحديث أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين الحين والحين يزور المقابر، يزور المقابر، وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. مما يقوي إيمان العبد ويذكره بالله تعالى زيارة المقابر، ونحن غالبا لا نزور المقابر إلا نادرا إلا إذا مات أحد. أما أن نذهب دون أن يموت أحد فهذا نادر في حياتنا. فالمطلوب أن يذهب الإنسان بين الحين والحين لكي يلين قلبه، خصوصا في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن، والفتن من أموال وأولاد وغيرها تقسي القلوب، والعبد يحتاج إلى ما يكسر هذه القسوة ويلين قلبه، ومنها زيارة المقابر. وكذلك أيها الأحبة، في هذا الحديث ماذا يفعل الإنسان إذا زار المقابر؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا هو الذي يفعل الحبيب عليه الصلاة والسلام، يسلم على أهل المقابر ويدعو لهم ويذكر نفسه بالآخرة: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي عما قريب سنصير معكم تحت التراب. فهكذا يذكر الإنسان نفسه بهذا الدعاء. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم القرآن، ولو فعل عليه الصلاة والسلام لنقل الصحابة إلينا ذلك، بمعنى الصحابة ينقلون إلينا كل ما رأوا من أفعال الحبيب عليه الصلاة والسلام وأقواله وحركاته وسكناته في سفره وفي حضره وفي بيته وفي مسجده، أينما حل وارتحل ينقلون إلينا حركاته وسكناته وأقواله وأخباره، ولم ينقلوا إلينا مرة واحدة أنه عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن على القبور، وإنما كان يقرأ القرآن على الأحياء، بقوله تعالى في سورة ياسين: لتنذر من كان حيا، لتنذر بهذا القرآن وترغب بهذا القرآن وتبين بهذا القرآن وتهدي بهذا القرآن من كان حيا وليس من كان ميتا. ثم في الحديث، وهذا هو بيت القصيد، لأن هذا الحديث سقناه للدلالة على أنه يجب علينا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام في أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ومن علامات الإيمان به، من علامات الإيمان به محبته واتباع شرعه، وأنه عليه الصلاة والسلام تمنى لو رأى المؤمنين به الذين سيأتون من بعده. وماذا سماهم؟ سماهم إخوانه. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم سمانا إخوانه
فإذا أردت أن تكون من إخوان محمد عليه الصلاة والسلام فاقرأ هذا الحديث بقلبك وليس فقط بلسانك. اقرأ هذا الحديث بقلبك وعش عليه وطبقه في حياتك لكي تكون من إخوان النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأصحابه: وددنا أن لو رأينا إخواننا، أي تمنيت لو رأيت إخواني. الصحابة يتعجبون: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ واش احنا ماشي خوتك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، بل أنتم أصحابي، وأما إخواني فقوم سيأتون بعدي، قوم سيأتون بعدي أي بعد موتي، يجدون صحفا وأخبارا فيؤمنون بتلك الأخبار ويؤمنون بما في تلك الصحف ويؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام وإن لم يروه. وقد ورد في بعض الأحاديث: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فهذا له شرف ومنزلة عند الله وعند رسوله أن آمن بالرسول وإن لم يره. وليس معنى هذا أن فضل الذين يأتون بعد الصحابة أفضل من الصحابة، لا، ففضل الصحابة أكبر، وعلو منزلة الصحابة معلومة، ولو عمل أحدكم ما عمل فلن يصل إلى درجة الصحابة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تكونوا كالشيعة الذين يسبون الصحابة وينالون من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد من الذهب ما بلغ مد أحدهم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي لن تبلغ الأجر الذي يبلغه أحد الصحابة إن أنفق مدا من شعير وأنت أنفقت جبل من ذهب، لن تبلغ درجته. لكن هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للذين آمنوا به ولم يروه، نرجو الله أن يجعلنا منهم، أن لهم فضلا وأن لهم مكانة وأن لهم منزلة وأن لهم فوزا عند الله يوم لقائه سبحانه وتعالى. هنا طرح الصحابة سؤالا: بماذا ستعرفهم يا رسول الله؟ نحن رأيتنا، التقينا بك وعلمت صورنا وعلمت وجوهنا وعرفتنا، فكيف ستعرف هؤلاء الذين يأتون بعدك ولا ترهم؟ فأجابهم بسؤال، وهذه من الفوائد العلمية، أحيانا يكون الجواب بسؤال. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن لرجل خيلا بهما دهما بين غر محجلة، رجل له خيل عندها لون واحد سوداء، بهما دهما لها لون واحد، وكانت هذه الخيل وسط خيل غر محجلة، كانت وسط خيل لها غرة لون آخر في جبهتها ولون آخر في رجليها، بمعنى أنها لها لونان أو ثلاثة ألوان، فهل سيعرف الرجل خيله؟ قالوا نعم، نعم سيعرف خيله، لأن خيله معلومة ليس فيها لون آخر إلا لون واحد، والخيل الأخرى لديها ألوان وأشكال أخرى. فقال: فكذلك هؤلاء يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء، لهم علامات، وهذه العلامات من آثار الوضوء. انظروا إلى فضل الوضوء. قد يقول أحدكم: هذا الوضوء، هذه العملية الصغيرة التي لا تستغرق دقيقتين لها هذا الفضل ولها هذا الوزن؟ نعم، انظروا إلى الصحابي الجليل بلال بن رباح المبشر بالجنة،
رضي الله عنه، وإن لم يكن من العشرة لأن هناك عشرات من الصحابة بشروا بالجنة، أما العشرة فقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، لكن هناك أحاديث أخرى بشر فيها عشرات من الصحابة ومنهم بلال. قال يا بلال ماذا تصنع أو ماذا كنت تعمل؟ فإني سمعت دفن عليك في الجنة. الله أكبر، الجنة، الصحابة عندما يسمعون الجنة تتحرك قلوبهم شوقا إلى الجنة فيجتهدون ويعملون. إني سمعت دفن عليك في الجنة. فقال يا رسول الله، يا رسول الله ليس لي عمل، يعني ليس هناك عمل كثير، إلا أني ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين. يعني الوضوء ركعتين فضل عظيم أكسب بلالا الجنة. ونرجو الله تعالى أن يجعلنا على أثر هذا الصحابي وعلى أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به تلقى أجناء أبواب الجنة الثمانية. اللهم اجعلنا من أهل الجنان، اللهم ارزقنا شفاعة سيد ولد عدنان يا غفور يا رحمن. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، في هذا الحديث العظيم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات يعرف بها من آمن به ولم يره، من آمن به ووجب عليه هذا الإيمان فحققه ستكون له علامات يعرفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبها سيأذن له أن يشرب من الحوض الشريف. هذا الحوض من شرب منه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. ولك أن تتصور أخي الكريم هذا القيام وهذا الوقوف 300 سنة، 300 سنة يقف الإنسان وليس بينه وبين الشمس حاجز، والشمس فوق رؤوس الخلائق بينها وبينهم قد رمي. قال الراوي لست أدري الميل، هل هو المسافة 1600 متر أم هو المرود الذي يكتحل به؟ المرود الذي يكتحل به المرأة يسمى أيضا الميل. وكيفما كانت المسافة نأخذ أكثرهما تقريبا 2 كيلومتر، إذا كانت بينك وبين الشمس كيلومتران فكيف سيكون حالك؟ انظر إلى حالك الآن عندما تقف في الشمس وبينك وبين الشمس 800 مليون سنة ضوئية، يعني آلاف أو ملايير الملايير من الكيلومترات ولا تستطيع أن تقف فيها ساعة. كيف وبينها وبين رأس الإنسان ميل؟ والوقوف 300 سنة، ويحتاج الإنسان إلى شربة تروي ظمأه، وهذا الظمأ يرويه المؤمنون، الله يجعلنا وإياكم منهم، من حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم. الكل يريد أن يشرب من الحوض، الكل يريد أن يدخل إلى الحوض، فلا يؤذن إلا للمؤمنين، جعلني الله وإياكم منهم، فلا يؤذن إلا للمؤمنين الذين عليهم علامات الإيمان ومنها آثار الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام ألا لا يذاذن عن حوضي، ألا لا يذاذن عن حوضي كما يذاذ البعير الضال. البعير الضال بعير جمل تلف، تلف الملاء، أراد أن يدخل إلى زريبة غير زريبة صاحبه فيطرد، يجد من يطرده لأنه ليس من أهل تلك الزريبة، يدفع ويطرد. هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم شبه به أولئك الذين يريدون أن يدخلوا ليشربوا من الحوض فيذاذون، أي يدفعون ويمنعون ويطردون من الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يناديه ألا هلم، أي اتركوهم يدخلون، ألا هلم، ألا هلم، فيقال له إنهم قد بدلوا بعدك،
وهذا شر البدعة، التبديل أي التغيير، التغيير في الدين، من يزيد في الدين في دين الله ما ليس منه، هذا خطر أخطر. قد يقول الإنسان هذا عمل بسيط ليس فيه شيء، ولكن إذا كان مخالفا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فذلك الخطر الدائم. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، أبعدوا عني هؤلاء الذين بدلوا، وهؤلاء الذين غيروا، وهؤلاء الذين زادوا على ديني ما ليس منهم. ونرجو الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام، وممن يتبعون سنته وشريعته ويجتنبون البدع والمنكرات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شربة هنيئة من حوضه الشريف لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوض نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.